السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب صف ثالث. خليني أشرح موضوع الأوبستي. هسه هي الأوبستي بالنسبة لنا كتعريف مبسط جدا، هو شنو؟ increasing body fat، زيادة بنسبة الشحم، plus health considerations، يعني مو فقط زيادة، أكو فد مشكلة تصير بالhealth، أكو فد مشاكل صحية. body mass index اللي هي يعني عادة تنحسب إلى أنه الوزن للطول، body weight to height. Overweight اللي هي 25 كيلوغرام بير متر مربع، اللي هي احنا كنا overweight. Obesity هسه what our considerations، شنو اللي يجب بالنا؟ هي عبارة عن نقطتين مشاكلنا ويا الobesity، هي medical associated diseases والdifficulty بالairway management during anesthesia، الأمراض المصاحبة، الأمراض الباطنية المصاحبة الضغط. What are the medical associated diseases، شنو هي الأمراض؟ أول شيء نجي بالنسبة للكارديوفاسكولار سيستم، هي كارديوفاسكولار ريسبيراتوري والإندوكراين والجي آي تي والبقية. كارديوفاسكولار سيستم هايبرتنشن يصير عندهم إسينشال أو كرونيك هايبرتنشن، يصير بالنهاية هارت فيلير لأنه بامبينج إيش قد ما يدفع دم مدى يقدر يسيطر، وبالتالي راح يصير بهايبرتروفي يتضخم. كورونري أرتري ديزيز، لما نقول كورونري أرتري ديزيز يعني معناتها جماعة الذبحة والجلطة الام اي. بالنسبة للرسبيراتري سيستم، رجاءً المحاضرة اللي موجودة بالبيرس اوف انستيزيا بس اريدكم شوية تروحون تراجعون بها الاف ار سي زين، الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي، حتى تستوعبون اللي بدنا نحكي بالرسبيراتري سيستم وبالاوبسيتي. اهم شيء عندهم هم ديكريز ان FRC functional residual capacity، هاي تخليها بباكم. increase the respiratory. نجي السيستم الآخر اللي مهم واللي يهمنا بالobesity هو الإندوكراين، يعني الغدد الصماء. diabetic سواء كان type 1 أو 2 diabetic mellitus، hypothyroidism يعني خمول بالغدة الدرقية، renal failure وفاتي ليفر. فاتي ليفر احنا كلش راح يأثر علينا باعتبار كل الميتابوليزم راح يصير وين؟ بالليفر مع الانستيتيك دراجز. renal GIT gastrointestinal tract أو elementary tract، ايش راح يصير عندنا؟ increase risk of aspiration، يعني increase risk of gastric. سهلت لكم اياها الشكل، gastric شنو؟ aspiration و volume و acidity، الحامضية والحجم والaspiration كلها حتزيد ويا ال GIT، لانه شنو؟ يزيد الضغط الانترا gastric pressure، بها بسبب ضغط الانترا ابدومينال بريشر راح يزيد، خصوصا اكو اوبيزيتي نوعيته يسموها السنترا سوفت تيشوز، اللي هي مثلا لخصت لكم اياها، هي سوفت تيشو معناتها السكن والميوكوزا وميوكوس ممبرين الاغشيه المخاطيه والبطانه، بس هنا لخصتها كلها هاي جمعت وياها الجوينتس زين. ف السكن يكون ايزي تو انفكتد، من باب انه شنو نخلي بالنا اثناء يعني لما كجرح يتخيط، يعني بالسوتشرينج مال السيرجيكال بسهوله راح يصير انفكتد. جوينت ديسلوكيشن، اذر كونسيدريشنز يعني مو بس السيستماتيك اللي هي الريسبيراتوري والاندوكراين والكارديوفاسكولار والجوينتس والسوفت تيشوز السكن وغيرها، مو بس هذني، عندنا تخلي ببالك difficult positioning، يعني سواء كان البيشن نايم سوباين عمليته يعني ينام على ظهره، او يعني اني بوزيشن ثاني يعني صفح على مدري كله او على بطنه ينام، هي كلها هاي مشاكل. difficult اي في لاين، يعني قد انت تعتبروها سهله بس لا، difficult اي في لاين اكسس، مو بسهوله نلقى له اي في لاين، لذلك الافضل ويا البري يعني بري انستيك اسسمنت، لما نسوي له اسسمنت برا العمليات اذا كانت العمليه بارده، الافضل نحصل له اللاين هناك، والافضل تكون تو لاينز، خلوها ببالكم لانه بسهوله هذا يأوت هذا اللاين، يعني الكانيولا هاي تأوت، نقدر على الثانيه نعتمد، او اذا كنا يعني مكان بروفيشنال وخاص بامراض السمنه وغيرها، الافضل انه السي في لاين، اوكي سنترال فينوس لاين. النقطه الثانيه
السايكولوجيكال ايشيو بتخلي ببالك انه اكو مشكله راح تكون عند المريض نفسيه. فرجاء رجاء لما تتعاملون ويا انسان اوبيز اثناء العمليات يعني تكون تدير بالك على الفيشل اكسبريشن مالتك، تدير بالك على يور ووردز يعني كلماتك، يعني التعابير مال وجهك كلها هاي تخليها ببالك انه ما تحسسه بشيء، وبالتالي راح يصير عندك ستريس. والستريس احنا بالنسبه لنا اذا انت ما خايف على المريض ما مهتم بيه، بالنسبه لك راح تاثر عليك ميديكالي، هايبرتنشن، تاكيكارديا، اريثميا وهكذا. زين، نخاف من الاوفر دوز، زياده بالجرعه، بما انه اوبيز احنا راح نعطي جرعه اكثر، لا هذا شيء نيمه، لا انت تعتمد على شيء اسمه لين بودي ويت، واعتقد اخذته بالمحاضرات مال فارما. لين بودي ويت الوزن الحقيقي للجسم بعيدا عن الفات، واكفى الطريق الحسابه، بس انت تحط ببالك ايش قد وزنه انه هو ادلت، وهل قد وزنه اطلع من عند الفات عن طريق معادله بلين بودي ويت. بس هي عموما يعني تتعلموها بالمرور ان شاء الله، ان شاء الله العمل اذا تريدوها كفشي يعني راندوم او فشي يعني ان جنرال يعني بشكل عام راح تتعلموها بالممارسه مالت عملكم. بس كلين بودي ويت موجود عندنا بالفارما، تعرفون شلون تطلعونه من عنده ان شاء الله. اكو شغله ثانيه اسمها الاو اس اي، شنو هي؟ اوبستراكتيف سليب ابنيا، هذا فد كونسيدريشن كلش مهم، اللي هو عباره عن شنو؟ وش وقت تكتشف الأوبستراكتيف سليب أبنية؟ تكتشفه بالأسسمنت مالتك، وش وقت بالبري أوبراتيف أسسمنت، لما تأخذ من عند المريض هيستوري من عنده أو من الريلاتيف أو الريسبونسبل وين مالته. تذكرون هذا الحكي والمحاضرات والمصطلحات هاي، يعني يقول لك مثلا أنه أنا أشخر بالليل، هي مو بس مسألة شخير الأوبستراكتيف سليب أبنية، توصل مرحلة أخطر، توصل مرحلة إلى أنه يعني نام لمن يوصل ديب سليب المريض يعني خلص فقد وعي حالة من ينام يختنق. زين، ترجع الأيروي اللسانة يرجع على الأيروي مالته، توصل إلى مرحلة يقعد الصبح، هاي كالخص لكم إياها، يعني يقعد الصبح يلقي نفسه أنه هو تعبان ما يقدر يعني يقاوم، جسمه ما شبعان نوم، جسمه ما شبعان أكسجين، عضلاته ما شبعانة يعني راحة، السي أو 2 ما طالع من جسمه بشكل كامل، ما طارحه من جسمه، فيصير عنده اختناق. توصل بهم مرحله اذا ما اكتشف روحه يعني حد الديث، يعني انترا اوبل يعني العفو اثناء النوم. سنجي على البري اوبراتيف اسسمنت، قلنا ما راح يعني اطولها عليكم لانه احنا كمحاضره ما اخذيها سواء كان اوبيز او مو اوبيز البيشنت. بري اوبراتيف اسسمنت هو البري اوبراتيف يعني هيستوري واكزامينيشن ولابراتوري داتا، هاي البريباريشن مالتنا. زين، واذا عندنا تذكرون لابراتوري داتا اذا عندنا في شيء معين يعني نحسه، اذا هو اوبيز مو اوفرويت يعني اوبيز فما فوق، نبدي له بالبولناري فانكشن تيست، خصوصا اذا كانت عنده هو تحسه مشاكل تنفسيه. والنقطه الثانيه هي البري ميديكيشن، تراقبها. تتذكر البري ميديكيشن قلنا لكم انه يعني تنطي قبل لا يدخل المريض صالة عمليات. زين، بس احنا بالنسبة لنا بما انه حياة الواقع انه اثناء يعني قبل لا ينط التخدير بداخل صالة العمليات، شنو الفكرة مالتها؟ انه ايش راح نسوي؟ زينتاك. زين، حكينا على البريميديكيشن، احنا ما حكينا على السيديشن. وات اباوت سيديشنز؟ ما ننطيها ميدازولام، فاليام، باربيتريت، شكو شيء يعني بالنا من هذه الأدوية، شنو اللي نسوي؟ We should use it with caution، يعني احنا مو تماما ما حنستخدمها، راح نستخدمها with caution. نقدر نستخدم الأوبيويد، الفنتانيل ممكن أن نستخدمه، أولا نستخدم بلودوز ونخلي ببالنا إذا عدنا أنتيدوت. تذكرون هذا الحكي. زين، ميدوزلام ممكن أن نطيل، بس كلها زين. بالنسبة للأنستيك بلان مالتنا، original اللي هي spinal or epidural or combined are best than GA and we should be away as much as possible away from GA قدر الإمكان. إن كانت عملية ممكن أن تتسوى، أوكي، مشكلتنا سمو الحد أنه ننطي combined يعني original combined spinal أو epidural وخلص وانتهت المشكلة. شو what are the problems with original؟ راح تصير عندنا difficult positioning، راح نحتاج إلى higher doses، راح نحتاج إلى long needle، نوعية النيدل نحتاجها long. ليش؟ لأنه الفات layer
الطبقة مالت السكين والفات وما تحتها راح تكون كلش أكثر من 10. هي المفروض طبيعية 10 سي ام، بس لما تكون أكثر من 10 ما ممكن أن نوصلها بالنيدل العادية. لذلك نحاول قدر الإمكان أن نسوي البوزيشنينج يعني نلقى أكبر ما يمكن أن يكون، فراح تصير مشكلة إنه أوكي. دائما إحنا بالنسبة إن نفكر بالجي إل، لأنه دائما تذكرون ما قلت لكم، أي عملية سواء كنت أنت ناوي لها local infiltration مجرد هيك زي لو كان يعني تحت الجلد، أو مجرد فد مثلا يعني small يعني فد مكان نيرف صغير مثلا باللور لم أنه تنطي زي لو كان local، تخلي ببالك أنت مهيئ مالتك الفيلد الأنستيك فيلد يعني العربة والإكويمنت كلها ما بالك أنه جي أي، لأن أي عملية بأي لحظة تتحول إلى جي أي سواء كان بسبب التخدير أو بسبب العملية نفسها تصير بها كومبليكيشن. فأنت أهم شيء تخلي لذلك ببالنا إحنا نركز بالمحاضرة على جي أي، لأنه إبيديورال أو سباينال هو عبارة عن تكنيك ودوز، تتعلم التكنيك بالمهارة مو تعليم هي يعني بالكتب يعني. أوكي بس نبدي بالإندكشن أوف أنستيزيا. You should keep in your mind، تخلي ببالك إنه البيشن difficult ventilation and difficult intubation أكثرهم يكونون both difficult intubation و ventilation. النقطة الثانية awake intubation، تحط ببالك أنت إنه ممكن أن يكون الانتوبيشن مالتك awake. النقطة الثالثة اللي تخليها ببالك تراكيستومي، يعني ممكن أن تفتح الفتحة مالت الحنجرة، لذلك مو أنت اللي حتفتحها، لازم يكون يمك منه طبيب الأنف والأذن والحنجرة، عندك استدعاء يا أما يكونوا قريبين من يمك يا أما موجودين أصلاً بصالة العمليات يا أما يعني يكون مستعد ومهيئ كل شيء زين، لأن بأي لحظة ما هسه راح نبدي بالإندكشن ستارت وإندكشن فول إكويمنتس وفول تيم على الأقل 2، طبيب ومساعد، مساعد وتقني، تقني وتقني على الأقل 2، واحد من عندهم إكسبيرينت. Pre-oxygenation طبعاً وياها positioning مالت المريض هون رأس اللي فوق versus Lindenberg، والرابط sequence induction واللي هو عبارة عن propofol وscholine short acting muscle relaxant وcricoid pressure وendotracheal tube وستلت وياها تكون، والعادة التيوب يصير أصغر شوية لأنه بيستلت هذا يكون جاهز، والسوي له طبعاً ما كمل ثاني كمل. Maintenance شوف هنا أنا يعني لحظة ركنيها بشكل يفيدكم بالعمل بحياتكم العملية، بس إذا عندكم أسئلة مطورة اسألوني إياها بالجروب. مثلا سألتنا إحنا المانتنس، المانتنس إيش راح يكون؟ أنت عندك ميكانيكال فنتريشن، خليت تيوبك أمنته وفكسيشن سويت له، أهم شيء الفكسيشن دير بالكم. تسوي له الميكانيكال فنتريشن شنو راح يكون؟ عادة يكون بريشر كنترول بلس بيب. ليش؟ يعني بلس بوزيتيف أند إكسبيراتوري بريشر. ليش؟ لأنه المريض أخذ جي أي، والمريض هذا مو مثل عملية مثلا قصيرة زائدة أو شيء وخلص تنتهي، لا هي أصلا مو أو عملية قصيرة أو طويلة العفو راح تضطر إلى بيب. ليش؟ لأنه هو أوبيز. ليش؟ لأنه الإيرواي مالته أكثر كلوجر صاير بيها اللي خصوصا بالنهاية، وإذا عفتها كلوجر هاي يعني هي أصلا عنده مثلا نقول يعني مثلا ربعها، انت حتسويها يعني نصها حتسوي انه كلوجر بالجي اي مالتك. فبريشر كنترول انه معناها الفكره من عنده اللي حتاخذوها ان شاء الله كلها هاي مودز مال فنتليشن انه تفتح الايرويز زين. بريشر معناته يشتغل على الايرواي، تفتح الايرويز قدر الامكان. بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر اللي هو بيب راح يفتح لك التيرمينال اللور اللي اخر شيء موجودات، وخصوصا الالفيولاي اللي بعيدات كلش زين اللي عاده تكون مسدودات. اما سويتها ايش حيصير؟ اتيلاكتاسيس تنطبق، وبالتالي راح يصير لك مشكله حتى اصلا المريض ما حيقعد. بوزيشنينج مالت المريض هو حسب العمليه، وان كانت العمليه يعني محتاجه سوباين على ظهره هم حتعوف على ظهره انت تمام النايم، شوية ترفع شتافي. أما بال إيش اسمه السدية هو مالتك بالكاوتش شو مثل ما أنا شوفتكم إياها كانت مالتنا إحنا مانيول بالإيد، أو لا بال يعني هي تتحرك بريموت، أو مثل ما قلت لكم المخدات زين. شنو يعني الأدوية اللي حتنطيها مينتنس؟ حاول قدر الإمكان الفولاتل إن كان موجود عندك سيبوفلورين هو منشي، لأنه يعني رابط إندكشن ورابط ريكفري ومي زين. أثناء العملية شنو عندك المينتنس مالتك العفو المونيتورينج مالتك؟ راح يكون ECG،
راح يكون اوكسيميتر بلس اوكسيمتري اس بي او 2 راح يكون البلد بريشر، هذا شيء طبيعي. بس المهم المهم جدا مهم، ويعني مو يعني لعب الموضوع، هو الان تايدل سي او 2 لازم يكون موجود، الكابنوغراف لازم نعرف السي او 2 ايش قد، لانه هذا مثل ما قلت لكم بيشن انت من طبيب زين وتراقب بالفنتليتر الانتايدل سي او 2 ان كان اكثر من يعني 45 وصل للخمسينات وراح يوصل للستينات احتمال، معناته انت لا البريشر كنترول مالتك كان كافي ولازم تسويه، او احتمال بوزيشنينج مالتك مو كافي وما قاعد يصير لك اكسبانشن زين، او يعني مثلا تحتاج انه بالبريشر كنترول تدفع اكثر، او البيب مالتك قليل الزوده زين حتى ينطرح السي او 2 ما يريد يصير اكثر من 45. الشغله اللي انا ما ذكرت لكم اياها هناك على بالنسبه للبوزيشنينج، لما انت تنام يعني ترفع راسك تسوي ريفرس راندوم ماشن، الفكره من عندها الفكره هو انه حتى ان كانت بالنسبه للريكفري مالته اتحرار القدر الامكان، ان كان ما عنده فتش يعني ريسبيراتوري بروبلم، يعني مثلا جماعه السي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز اللي هي دائما الصاحب ذولا جماعه الاوبيسيتي، دائما تحاول قدر الامكان اويك اكستوبيشن. شو من كنا احتمال يصير أويك انتوبيشن، راح نسوي أويك اكستوبيشن متأكدين 100% إنه الفرنجية الرفلكس اللي رجعت اللي هي الكاف والسوالونج وأكثر من مرة عادت عليكم، ويعني يقدر يبلع زين ويقدر يقح إذا أكو مثلا بلغم حتى يطلعه زين، ويقدر يتنفس ياخذ نفسه بشكل طبيعي يعني يستنشق الهواء عنده، هذا ماكو يعني يسيطر على حركة لسانه ما يرجع لورا بسبب ريلاكسيشن، واعي وأيضا كوماند يعني يتبع الأوامر your orders. النقطة الثانية البوزيشنينج بالإكستوبيشن زين، هو مفروض يكون head down والleft lateral، بس أنت إذا متأكد ما عنده يعني vomiting أو أنت مسيطر على الوضعية تحاول قدر بالrecovery units إيش حتسوي؟ reverse Hindenburg position ونازل كانيولا، قلنا ليش reverse Hindenburg نزل كانوا الاحتمال يحتاج او احتمال يحتاج سيباب، اكثر يحتاجون اكثر الناس اللي يحتاجون سيباب انه يعني يدفع لك هواء هم اللي عندهم مثل ما قلنا او زي اوبستراكتيف سليب ابنيا، او احتمال او صار عنده اثناء العمليه هايبوفنتيليشن يعني اثناء الريكفري لما سوينا الاكستوبيشن نزل ساتوريشن علينا وقلل التنفس مالته وكذا زين، او كلش نزل كانوا له نخلي له انالجيسيا ممكن انا نعطيها زين، وايضا مونيتورينج اللي هو الطبيعي مالتنا. نجي على keep in your mind انالجيسيا، اذا انت تريد تستخدم الانالجيسيا الافضل يكون البتر هو شنو، اذا عندك epidural catheter is the best choice، سواء كان يعني عندك اثناء العمليه او اصلا انت محتاجيه الابيدورال يعني يعني الريجنال محتاجيته تقدر تخليها زين for انالجيسيا، هاي اولا بأي مكان، المهم هي الفكرة يعني بأي مكان من السايتس من العمود الفقري زين. ليش أفضل من الآي أم؟ لذلك إحنا هسه هاي النقطة اللي قبل الاثنين الأخيرات avoid الآي أم injection، لأنه أنت ما راح تعرف شنو الدوز راح تنطي، يعني انطيت فت أنالجيسيا أو انطيت اضطريت تنطي سيديشن أو فتشي زين، ما راح يصير الأبزوربشن بشكل سريع، الأبزوربشن ترى يصير بالمصل المفروض، على ما يوصل للمصل راح ياخذ تايم لح يفيده لمن هو يمك زين، ولا انت ما تدري شنو التبعات مالته لمن يكون هو يعني مو يمك، لمن يطلع من 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 الريكفري يونت يطلع برا للورد للريد هات زين، يجوز لهناك يحتاج لنص ساعه يجوز يلا يمتص يلا يوصل للعضلات ويمتص زين. والنقطة الثانية ظل يفتر بالفات، تخيلوا تقول لهم فات وقلت لكم أكثر من 10 سي أم، فراح يظل يفتر بهذا إلى أن يوصل للعضلة وتمتص العضلة بهالشكل، فما راح يصير آي أم ترى هو راح يصير بالفات الآي أم. النقطة الثانية تحاول قدر الإمكان صح أن تنطيت أنالجيسيا بس avoid narcotic. بالمناسبة بالنسبة للآي أم مو بس للأنالجيسيا، يعني يجوز تقول لك تعال نطي أنتيبايتك، يعني لا أنا ما أنطي، تريدوا أنتوا تطوا أي أم أنا ما أنطي، أنطوا أنتوا زين. avoid the narcotic بصورة عامة، be careful about the coexisting disease، يعني سواء كان بالإندكشن أو بالمنتنس أو بالريكفري تخلي بالك الأمراض مالته، يعني إن كان diabetic راح تخلي بالك إنه يعني
تقيس السكر مالته قبل العمليه وانت مسيطر عليه. اثنان، العمليه اذا كانت طويله فد مرتين على الاقل، يعني فد ساعتين مثلا هي ان كانت، والبوست اوب هماتين قبل الطلعه لازم عندك الى قراءه زين لما يعني يجيك، اذا كان فد مره ما يعني السكر مالته صار لفتره طويله حتى تعرف تطيف فلود، وهذا كله يدون زين. احتمال تحتاجه انسولين بساعات اذا دايبتك. الهايبوثايرويدزم تخليها ببالك، ثايرويد واصله مرحله زينه اوكي ماكو، اني يعني اخلي ببالي انه هذا احتمال ما ازود بالبريميديكيشن مال الزايلوكاين والميتوبرولول، لانه اصلا هو هذا راح يجيني براديكارديا وبالتالي راح اخلي يصير ديلي ريكفري، كل هاي الامور تجي ببالك زين. النقطه الثانيه احتمال فشي جوز تستغربونه، ما نيد تو كاوتش، نحتاج يمكن سريرين، يعني مو سرير هو بيت، بيت مال هذا العربه اللي عفوا الكاوتش اللي شوفتكم اياه بالفيديو، مرات يطبقون اثنين. احنا هنا بالحجم مالتنا بهاي المحاضره ترى ما نحكي على الاوبيسيتي عاديه، ترى نحكي ولا الاوفرويت، نحكي على الموربد والاوبيز ممكن ان يكون زين. الموربد اللي هي السمنه القاتله واللي الاوبيسيتي، فهي هنا تخليها ببالك انه احتمال تحتاج لو تو كاوتش. احنا مره من المرات صارت عندنا كاوتش ونامت عليه، بس هي يعني كان سيزرين وانكسرت الكاوتش. نجي على الهايبوكسيا، هايبوكسيا ممكن أصير عندك بري اوب، وممكن أصير عفوا اندكشن، ممكن أصير عندك بوست اوب. بوست اوب يعني وين؟ بريكفري يونت، ممكن أصير بالهايبوفنتليشن اللي هو احتمال يصير من البن او من هواية اسباب اللي هي نفس هاي الاسباب اللي احنا ذاكريها، ان ادكوينت ريفرزل ويعني مو كافي منطيل او منطيل من وقت، اما جرعه مو كافيه ريفرزل او الانتيدوت او منطيل يعني قبل وقته المناسب، بحيث يعني ما ماخذ بعد النفس المريض، ما نسوي درايفنج ريسبيريشن مالته بالتالي يخلص هو قبل لا يبدا المريض يقعد بشكل كامل. الايرلي اكستوبيشن من وقت انت شلت التيوبر اساسا، يعني بعد ما ياخذ تايت الفوليوم زين زين. بول بوزيشنينج مالتك زين، ممكن ان يصير هماتين نايمه بالافاقه او بالريكفري يونت حتى لو سوباين، كل شيء تشيست وول والبريست كلها ترجع. الايروي اوبستراكشن سواء كان بالتانك او يكون بالسكريشن. وتخلي ببالك الشغله الاخطر من ذني كلهن اللي هذني كلها محلوله بلحظتها، يعني مجرد تنفخ له زين، مثلا اذا انت دوت تنطيب البوزيشن تعدله، الاوبستراكشن اذا سكريشن يشيله بالسكشن بالسكر، ويعني كلها تترتب. اوكي هسه عندنا الهايبوكسيا اون اندكشن، حطيت اندكشن بدون برا اوكسجينيشن، ما خليت الماسك وخليته ياخذ الفايف فايتال كاباسيتي او الفايف مينت، راسا حطيت الماسك وشقيت الاندكشن مالتك بروبافول كذا، هو اوريدي عنده كو اكزيستينج بولمون ديزيز اللي هم جماعه الكرونيك اوبستركت ايرو ديزيز، جماعه الازمه هي كلها هاي. بور بوزيشنينج هماتين كلش تاثر مثل ما شرحنا، وبعد ما عيت اكثر من هيك بور بوزيشنينج. عندك نقطة مهمة هي انه رابد هيبنوتيك اندكشن، يعني لما تطيل بروبوفول مثلا او مثلا بنتوثال، ولو هو نادر ما ينطل بنتوثال بالسمنة لانه هو اصلا يعني عادة يكون عنده امراض تنفسية مصاحبة، فالبروبوفول يكون سيف، وانتو تعرفون هاي الاسباب مثلا ادوية اخذتوها ان شاء الله. شوفوا هنا طلاب هاي الصورة، هذا عندكم obese patient، كنقاط شوفوها الأسهم واضحة إنه بالبرين إيش حيصير؟ صير عندنا ستروك زين، ليش؟ هاي بلود بريشر، ويعني راح يؤدينا إلى الكومبليكيشنز مع إنكريز إنتراكرينال بريشر ومشاكل الضغط اللي هي حداتها محاضرة، حتى شلون تأثر على البرين ماكم علاقة بيها هسه، بس هو بسبب الضغط صار عنده جلطة. النقطة الثانية الهارت، راح يصير hardening of the arteries، يعني قصد الاثيريوسكليروسيس يعني coronary artery diseases وتصلب الشرايين، وبالتالي معناته الانجينا والهارت اتاك يسموها. هاي اماتين صورة ثانية موضحة كل شيء، how obese affected your body، قلنا البرين سوينا ستروك، بالنسبة لي قرب لك على الوجه ايش راح يصير حتى تتذكرها، obstructive sleep apnea زين. الهارت كل الديزيزز مالته سواء كانت الهارت فيلير وستروك وغيرها، يعني الام اي والانجينا، ايضا بالنسبه للارتريز الكوليسترول،
بالنسبة لي الكبد الليفر الفاتي ليفر والديابيتس بالنسبة للبنكرياس والليفر نفس الشيء. زين بالنسبة لي الجوينتس راح يصير عندنا أرثرايتس، راح يصير عندنا البين همات يعني باك بين جوينت بين انفلاميشن. طلاب هنا شوفوا هاي الصورة كلش حلوة، هاي من أقول لكم على البوزيشنينج ايش قد مهم، انه الاف ار سي ليش تقل، والبوزيشنينج لما تكون المريض نايم سوباين او اي بوزيشن من هاي اللي موجوده، اذا تريدون تحبون تبعون محاضره البوزيشنينج زين. الاف ار سي شلون يقل هنا او اللانج فوليوم كله ليش؟ عندك الضغط، شاف اشوف هذا اللون الاصفر هذا الفات اللي موجود بالتشيست وول زين وبالابدومن زين، ابدومينال فيزرا وياها الفات مالتها راح زيد الهماتين انترا ابدومينال بريشر ضغط، وهماتين هن شفتت ويا البوزيشن وشفتت ويا الجرافيتي هي جاذبيه ولا تروح وين تروحي للتشيست. اذا هسه احنا عندنا من جوا انضغط لفوق التشيست وول انضغط لاحظوا هاي الصوره شوفوا الايرواي بريشر، لما اقول لكم نخلي بيب زين لانه اللور ايرويز اللور الفيولاي زين راح يعني يصير كولابس راح تنغلق، لانه شنو السبب اف ار سي احنا عندنا قل الشيفتنج من تبع الميدياستاينوم من الجهه اليسرى الهارت الاسوفيجاس كلها وين راح تضغط، وطبعا اكوفات هماتين راح يضغط الرئه من الجهه اليسرى باتجاه الخارج. التشيست وول هماتين راح يضغط لنا بالعكس، شوفوا الاسم السود تضغط لنا هي والفات والهذه كلها عليين على الالفلاي، شوفوها تيرمينال هي صايره بالنهايه زين. الابدومينال بريشر هماتين يضغط لنا لفوق، فالالفلر بريشر ايش راح يصير بي؟ يعني راح تنضغط الكولابس. The end.